عامل ايه انس؟ حبيبي انيس، اخبارك ايه؟ تعالى الحمد لله. اخبارك ايه يا نسيم؟ الله عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ثانك يو. كله تمام؟ تمام، بس كانت رحله متعبه. يعني وصلت امتى؟ الظهر بس. النهارده الظهر؟ ايه. طب وايه اخبار تونس؟ الحمد لله سافا. الناس كلها هناك تمام؟ الحمد لله. سلموا عليك دار. عندك ايه بقى هنا قول لي؟ البوم كده. تسجل البوم هنا؟ اخيرا. لا والله. والله حلو. حلو والله. بس انت ايه، تخنت شويه ولا خسيت ولا انت ايه؟ لا هو دايما فعلا. حاسك بقى رحت قعدت مع ماما وبتاع و... ده لف لفه كده. ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انا حبيبي انا والله العظيم وحشتني. والله وحشتني كمان. وحشتني والله. زي مصر ريدو. معلش تشربي اي شيء. شاي حبيبي. هلا مرسي. هو عارف بس دايما انا باجي هو الشاي بتاعي. بس هو جاب لك شاي بقى بس ما اعرفش سكرك ايه. يعني هو عارفني اصلا من بدري. ازيك؟ ازيك اصحابك؟ ايه اصحابك شلتك كلهم صباح. موجودين بس انت لما كنت تنزل تلعب على طول. والله يعني انا ما كنتش عارف انه هنزل. بس دينا حبيبي. ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ كله تمام؟ ايه اخبارك؟ وحشاني كتير. انا ما شفتكيش الا صدفه. يعني مشغوله بتاعت الشغل بقى والدنيا. جاي خارجه وكده وبتاع متروشه. انا صاحبتي خارجين كده شويه. كنت مخايفه. انا اصحابك حلوين يا عم. امال ايه؟ طول عمري. لا والله. هاي دي عامله ايه؟ مش مرتبط على فكره. بخير. نسيم صح. تونس. اهلا وسهلا. يا سلام. نورت. مطرب هو مغني. اهلا وسهلا. مغني في تونس. انت شفتوش قبل كده ولا ايه؟ لا لا مشهور في تونس. بس يمكن عشان خاطر يعني احنا في مصر يمكن دايما المصريين. لا بس هو مشهور طبعا. انت اخبارك؟ انتوا جايين لوحدكم؟ تمام الحمد لله. لا بجد. لا 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 والله تعالوا معانا كل يوم عشان خاطر بس حسين والنبي. حبيبي حضرتك بتغني في ايه؟ مش عايزين نتقل عليك. تسلمنا فريد. حضرتك بتغني في ايه يا سما؟ يعني انا متابعه الاخبار في تونس والبلد. تعالى خلينا حتى انا اقعد مع حفلات في الدول العربيه كلها. ظبطك بغني بس على يعني شويه كده يعني على قد يعني. حاضر غني. لا يعني في البيت شويه بغني في الجامعه. مش دايما يعني. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي ماشي الحال. اخبار الشغل ايه؟ كله تمام؟ تمام بجد. ماما كويسه؟ شادي سلمينا عليك كتير. الله يسلمك اكيد حبيبي يا بيسو. اول مره اشوف هايدي معاكي. ايه؟ ايه؟ طب هي فين؟ مش مرتبطه. مش لا بجد. ما تقلقش مرتبطه اكيد يعني. انوي بيسو مش مرتبطه. ايه انت لاتيني ولا ايه؟ لا لا نسيم اصل هو لسه عشان خاطر المصريين والكلام ده دايما بيجي. بس اول مره بقى قلت له اعرفك على اصحابي. بس انت كنت صدفه يعني. بيجي مصر كتير بقى من حفلات دار الاوبرا و... او من الاوبرا في مصر. انا بروح الاوبرا بس يعني بصراحه ما اتقابلتش من اول مره. بس يعني بحاول يعني دايما. معلش ما فيش لازم تكون عندك. صوتها حلو قوي على فكره. بجد؟ بتغني كويس جدا. سمعينا ايه؟ لا يعني اغني في يعني كده على قد. لا سمعينا حاجه حلوه. سمعينا سمعينا حاجه. ما هي امبارح مش من تونس تعقلها. مستنياك. حلوه 100 100 يلا. انا بسال النجوم كل ليله عليك وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديك. وانا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديك. وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني. بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني. وساعتها هتلاقيني بلحظة بين ايديك. وكفاية كفاية 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 كفاية. وطولت في بعدك زودت في عنادك. طولت في بعدك زودت في عنادك. وتعالى يا غالي نور لي الليالي. مستنياك
مستنياك تعبت تعبت من الأشواق مستنياك وأنا دايبة يا عيني من الفراق حبيبي حبيبي لا بجد الله يعني بس لازم الفريق نفسه سقفني. انت دارسه موسيقى؟ لا مش دارسه. لا لا لازم تدرس موسيقى تعملي فوكاليز عشان صوتك يكبر ويفتح وكده. ايوه يعني في مشكله يعني؟ لا مش مشكله يعني لازم صوت يكبر اكتر عشان انا بصراحه قبل ما غنيت قدام حد يعني بيفهم في عشان لا انا حاسس انك عندك ما تقولي في نفسك بس يعني من زاويه كده يعني صوتك مخليه لنفسك لازم سمعنا انت انا كده مش فاهمه. عايزين تسمعوا حاجه تونسي؟ انا بحب الاغاني التونسيه بجد يعني. اه سمعنا يلا يلا سمعنا. اتعلم من حضرتك برضو شويه. اوكي في اغنيه معينه تسمعها ولا تسمع تونسي؟ ها حضرتك عايز يعني. اوكي اه يا خليله يا خليله آه آه يا خليلة آه يا خليلة يا ناسية الميعاد ميعادها كل ليلة يا ناسية الميعاد ميعادها كل ليلة واللي شفاه الحب آه يا خليلة ليل وتعذب تتولى عنده الليلة واللي شفاه الحب آه يا خليلة ليل وتعذب بتول عنده الليلة وآه يا خليلة آه يا خليلة آه يا خليلة نهار الملجأ حين ما خلط للواد حتى حد ما نلجأ على خاطرك هكا رضيت باش نشقى واللي خالف الوعد ما نلجالوش حيلة وآه يا خليلة آه يا خليلة وآه يا خليلة الله يحفظك الله تفرق الدراسة برضو صراحة مع الغنى ناسين بقاله فترة أصلا يعني هو يعني هو بيشغل شوية بيجي مصر يعمل شوية حاجات كده شغل وبعدين بيرجع تاني بقى بيسافر يعني برا في الألبوم يعني بحضر ألبوم مثلا ألبوم طب حضرتك يعني انا هنا في مصر عشان ألبوم ما شاء الله ثانك يو ما تشوفها في حاجه معاك كده ان شاء الله لكن هي يعني مين انا بتغني يعني بتغني في البيت يعني بتغني يعني في البيت انت مش عامله يعني اكيد بغني في البيت وبره البيت كمان يعني بغني شويه في الجامعه في حفلات بس صغيره بس يعني اكيد محتاجه خبره اكتر هو يعني انت لازم تكتسبي خبره صوتها مقبول شويه يعني مع الوقت طبعا يعني تكسبي بتغني طربيات يعني كده قديم اه بغني كل حاجه تمام حافظة لعبة الأيام؟ لا مش حافظة في يوم وليلة؟ يعني لا يعني حاجة صغيرة يعني صراحة مش قوي طب لسه فاكر انتي مصرية يعني لسه فاكر أم كلثوم حضرتها؟ يعني في حاجات مش متمكنة منها بس أكيد يعني. اه طبعا ممكن حاجات بتسمعيها بس بس ما بغنهاش أكيد حزم جديد طيب مش رخم وانت حافظه حاجه جديد كده يعني اه اكيد اكيد حافظه انا بحب الجديد برضو يعني حافظه يعني ايه حافظه في اغنيه بحبها قوي ل 20 ممكن اغنيها لك اتفضل ايه اتفضل نسيت الاغنيه لا بس ثواني بس بفكر في يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا 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 ليل يا ليلي يا 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 ليل ايه يعني غرامك ودعني ايه يعني فارقني ولا رجعلي ايه يعني غرامك ودعني ايه يعني فارقني ولا رجعلي ليه فاكر ان الدنيا في بعدك
ما فيهاش ولا قبلك ولا بعدك، ده انا بيك من غيرك مش فارقه قدامك اهو لسه بغني. ويا ليل ويا ليل ويا ليل ويا ليل ويا ليل ويا ليل 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 ويا ليل. اوعى لا تتغر يا قمري وانا قلبي بيه وبأمري وبأمري هيبعد عنك، خليك عايش كده وحدك. ويا ليل ويا ليل ويا ليل ويا ليل ويا ليل ويا ليل 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 ويا ليل. انت لازم تدرسي موسيقى بجد، يعني في يعني كموهبه موجوده يعني، لكن لازم تنميها. في نوتات في الاغنيه ما كانتش صح يعني. طب اقول لك ايه، سمعنا بقى الاغنيه اللي انت دايما بتسمعاني، انا مش فاكر اسمها بس انت في حاجه دايما طرب كده فيها غنى كده تقريبا، حاجه بتسمعني في حاجه تقريبا عشان انت كلامك في حاجه في خاطر والله. ايه الاغنيه؟ هتزعل مني الاغنيه ايه؟ العشاق من الايام. عن العشاق. عن العشاق. عن العشاق. عن العشاق. اسمعي بقى دي انت وهايدي بقى من الاخر، عرفني بيها على طول بس هو بصراحه بيقولها حلو جدا بصراحه يعني. لازم اوقف عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني أنا في العشق أنا في العشق أنا في العشق لا أفهم سمعناهم يقولوا العشق حلو 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 وآخرها عالجم وشئ منه العذاب أرحم وشئ منه العذاب أرحم ومن أعلم هواي تعب ومن خب هواي علم ومن أعلم هواي تعب ومن خب هواي علم قولولي 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 من العاشقين وهب قلبه وهب قلبه ولا من دام عن العشاق سألوني 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 وأنا في العشق لا أفهم عن العشاق لا نسأل وخلينا بعيد خلينا بعيد 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 أسلم. الله 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 هو ده ما شاء الله. يعني أنا يعني كنت طبعا أتمنى أن أنا أبقى أحسن من كده بس يعني إن شاء الله يعني هي ما فيش حاجة بتجي كده يعني لازم لازم مع الشغل ومع أنا في أغنية بحبها قوي يعني إن شاء الله هغنيها دلوقتي هتحبها مني إيه؟ يعني دي مذاكراها كويس وكان بابا دايما يسمعها مني ويقول لي أنت بتغنيها تحفة يا حبيبتي دي حاجة حلوة قولي قولي لا بغني حلوة طبعا دي حلوة برضه حبيبتي ما خليكي واصلة لا بس يعني أكيد أكيد عندي هاخد منها ثقة أكتر يعني إن شاء الله. أغنية لأم كلثوم بحبها دارت الأيام. دارت الأيام حلو حلوة يلا اتفضلي. ودارت الأيام تيرارا ومرت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت
سمحت عذاب قلبي 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 وحرته معرفش ازاي 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 انا كلمته مقدرش على بعد حبيبي في حاجة؟ لا لا اتفضلي لا مفيش حاجة مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي أنا ليا مين أنا ليا مين مين اللي حبيبي دي أحلى صح؟ حلو آه حلو أحسن؟ Thank you. And Hadia? Heidi. Oh, Heidi. Nice to meet you, Heidi. Merci. Oh, that's nice. Did you know? Nice to meet you. لا لازم شويه طيب لازم نمشي عندي شغل والله عندي شغل معلش عشان بس هو عنده حاجات لسه هيشتري حاجات وبتاع معلش اه والله حبيبي خليني اشوفك ها اشوف التاني كل سعيد يا حبيبي بقيت معاكي دايما انا حلوه اشتغل يا حاج عشان تبقى معاكي دايما ان شاء الله انت كنت عايز تمشي حبيبي يلا يلا سلام باي يلا 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 خلاص هو كنت عايز اخد رقم هو تقريبا انا عباس معاه هو هو ليه عامل كده هو انا مش عارفه هو شكله مريض نفسيا او في حاجه حاجه مش طبيعيه عباس عمال يقول لي اهدي 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 يعني انا بجد غنيت حلو قفلني يا حبيبتي انت بتغني حلو جدا ليه مش متخيله ليه مش واثقه في نفسك اصل انا غنيت حلو وعمال يقول لي ان هو انت عماله حضرتك ومدياله قيمه قوي بصراحه يعني انا متغاظه منك بصراحه قاعده عايزه اضربك بالنار اضربك ضربه جامده مش طبيعيه يعني اول مره حد يقول لي ان هو درس مزيكا وغني قدامه يعني لا يا حبيبتي انت بتغني في الاوبرا طب احنا مش بنش حاجه عادي اتقفلت انا عايزه اروح طب ممكن تهدي؟ انا بجد انا عايزه طب احنا مش شفناش حاجه احنا خارجين ننبسط خلاص طب خلاص يلا بينا يلا طب استني طيب تعالي استني بس استني